السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح طول عليكم اليوم، الفيديو تبعنا كتير مهم وكتير ناس بهم هذا الموضوع، رح أحكي اليوم بهذا الفيديو. ما رح طول عليكم، الفيديو اليوم رح يحكي عن أسعار المشاهدات باليوتيوب، تمام؟ بالإضافة رح لكم طريقة تعرفوا أنتوا قديش رح تكسبوا من اليوتيوب بكل 1000 مشاهدة، تمام؟ حبايبي الموضوع مو مثل ما كن مفكرين. هلا أنا عم بحكي لكم، ما عم بحكي لكم إنه أنا عن سمعت، لا، عم بحكي لكم أنا عن تجربتي أنا. هلا قناتي هلا تفعلت من جديد، تمام؟ الحمد لله فضل رب العالمين وبفضلكم، وأنا صرت أعرف كيف إنك تعرف قديش بتكسب من 1000 مشاهدة بقناتك، تمام؟ هلا في ناس شو بتقول لك؟ بتقول لك يا عمي بألمانيا مثلا كل 1000 مشاهدة عليها 10 دولار، تمام؟ بسويسرا كل 1000 مشاهدة عليها 14 دولار، بكذا كل بالدول العربية يورو دولار ونص أو دولار، تمام؟ عم تتضارب الأمور وكتير آراء بهذا الموضوع. أنا بإذن الله بإذن الله رح أعطيكم هلأ الزبدة، يعني بتفوتوا أنتوا على الفيديو بتشوفوا قديش رح تكسبوا من فيديوهاتكم اللي حتنزلوها عنكم بالقناة بأي بلد كنتوا أنتوا موجودين فيها، تمام؟ يعني باختصار الموضوع إن شاء الله اليوم رح يفيد الكل. بس معلش سامحوني أنا بطول بالفيديوهات، بس أنا بطول مو بإيدي، لأنه بشرح لكم خطوة بخطوة عشان تكون الأمور كلها واضحة. يعني أنا والله مالي مستقصد أني أنا طول فيديوهات، لا، بس الفكرة أنه لازم أشرح الطريقة بطريقة مفصل مشان تعرفوا شو عم بيصير. ما رح طول عليكم، يلا خلينا نشوف الفيديو. رجاء اللي عم يشوف فيديو جديد وما له مشترك بالقناة اشتركوا بالقناة، واللي عملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش. حبايبي اول شغله رح نساويها رح نفتح على جوجل كروم مثل العاده، رح يفتح لنا على القناه تبعنا، تمام؟ كل من عنده قناه بيفتح له على القناه، بنقول له بعدين هون تخصيص القناه، نستنى عليه شوي عم يفتح، تمام؟ فتح اللي عنا هون. هلا بنفوت على هي القائمه اللي هون، فرجوا عليها، تمام؟ هلا مثل ما كن شايفين انا فتح القائمه هون عندي يلي موجوده بهي القناه تبعي. طيب مثل ما كن شايفين عندي هون 1109 مشترك، الحمد لله بفضل رب العالمين. شدوا لنا همتكم يا جماعه، بمعيدكم دعمونا، خلينا نظبط الامور اكثر، وشدوا لنا المشاهدات وشدوا لنا المشتركين اكثر بمعيدكم، تمام؟ فرجوا هلا هون مكتوب عندي ارباحك المقدره، ارباحك المقدره اللي هو هون انا عندي هلا 8 يورو و73 سنت، تمام؟ هدول اللي جايين هلا عندي انا بالقناة. طيب كيف رح تعرفوا قديش رح يجيكم على كل 1000 مشاهدة مصاري؟ بنفوت على هاي يلي هي قائمة الفيديوهات، هاي ليكا، نكبس عليها. بعد ما نكبس عليها هلا عنا اول فيديو، تمام؟ شايفين انا عندي اول فيديو مكتوب حل مشكلة الرقم التعريفي في ادسنس كذا، حنكبس عليها هون كبسة، بعدين حنفوت على كلمة ليكا الإحصاءات، شايفينها؟ نكبس على كلمة الإحصاءات. يا جماعة أنا عم بعطيكم بالدليل القاطع، يعني ما عم بعطيكم أنا أفكار من راسي أو تخمينات، لا، عم بعطيكم بالدليل القاطع، يعني ما في شك بهذا الكلام بإذن الله. فرجوا شو كاتب لي هون، عدد المشاهدات عندي بهذا الفيديو 42 مشاهدة، وقت المشاهدات بالساعات 1.5، يعني ساعة ونص مشاهدات من هدول 42 مشاهدة. فرجوا كاتبين لي هون المشتركون، ما دخلنا فيها هاي، فرجوا هون كاتبين لي أرباحك المقدرة، أرباحي المقدرة محطوط بهذا الفيديو 0.02، يعني 2 سنت أرباح المقدرة 2 سنت. طيب ما علينا، هلأ منفوت على كلمة الأرباح، شايفينها؟
هي كلمة الأرباح. فرجوا شو كاتبيلي هون. كاتبيلي هون الأرباح لكل 1000 مشاهدة، كل 1000 مشاهدة عندي أنا هلأ بهذا الفيديو، ركزوا معي، بكل 1000 مشاهدة بهذا الفيديو رح يعطوني عليها 80 سنت. شايفين؟ كل 1000 مشاهدة رح تجيني أنا هلأ على هذا الفيديو رح يعطوني 80 سنت، يعني ما رح يعطوني 10 دولار مثل ما العالم بتفكر ومثل ما العالم بتقول، رح يعطوني 80 سنت. تفرجوا اللي قدامها شو مكتوب. التكلفة لكل 1000 ظهور استنادا إلى معيار التشغيل، يعني قديش مكلفهم هن الإعلان على كل 1000 ظهور، 2 يورو. فأنا رح يجيني على هذا الفيديو 80 سنت، كل 1000 مشاهدة بتجي لعندي رح يجيني عليها 80 سنت، ما رح يجيني عليها 10 دولار. تمام؟ رح أرجع ورح أفوت على فيديو تاني، ماشي؟ بس لورجيكم أنا، لورجيكم الصدق، يعني صدق كلامي بإذن الله، والشي اللي عم بحكيه بإذن الله مزبوط. فرجوا الفيديو اللي بعده، الربح من اليوتيوب بطريقة احترافية، رح نكبس عليها. كمان رح نفوت على كلمة الإحصاءات، رح نفوت على كلمة الأرباح. تفرجوا كاتبي لي هون. معلش، قبل الأرباح رح نرجع على نظرة عامة. تفرجوا كاتبين عندي هون عدد المشاهدات 43، يعني ما في فرق، هذاك الفيديو 42 مشاهدة وهذا الفيديو 43 مشاهدة. وقت المشاهدات 1.8، يعني ساعة و80 دقيقة متفرجين عليها لهذا الفيديو. تفرجوا شو حاطين لي هون. أرباحك المقدرة 5 سنت، هنيك كانت 2 سنت، هون حاطين لي 5 سنت. طيب حنفوت هلا على كلمة الأرباح اللي هي هاي. تفرجوا شو كاتبين لي هون. الأرباح لكل 1000 مشاهدة يورو 18 سنت. تمام؟ الأرباح لكل 1000 مشاهدة يورو و 18 سنت. هذاك الفيديو قديش كان؟ كان 80 سنت، كل 1000 مشاهدة 80 سنت. هذا الفيديو لا، يورو و 18 سنت. التكلفة لكل 1000 ظهور استنادا إلى معيار التشغيل هون مكلفهم 2 يورو و 30 سنت. تكلفة أكبر فأنا بيطلع لي أكثر. تمام؟ معلش انا قلت لكم سامحوني اني انا عم طول، بس انا بدي اشرح لكم الطريقه اوصل لكم اياها الفكره تكونوا مقتنعين فيها ان شاء الله 100%. رح ارجع لورا، ارجع لهون، ارجع على القائمه الرئيسيه تبع الفيديوهات، هاي قائمه الفيديوهات. تمام؟ رح اروح انا هلا على فيديو يكون في عندي عليه مشاهدات كتير، يعني يكون في عندي مثلا عليه اكثر من 1000 مشاهده، اكثر من 2000 مشاهده، اكثر من 3000 مشاهده. في عندي فيديو، رح لحظة اقلب عليه ورجيكم اياه، بس خليني وقف شوي برجع. تفرجوا هلا انا في عندي هذا الفيديو لكم، طريقة ربط قناة اليوتيوب مع الفيسبوك لكي تحصل على مشاهدات كذا وكذا وكذا. المهم تفرجوا شو عندي مشاهدات هون. عندي 13502 مشاهدة. هلا طبعا انتم بتقولوا كنت تقولوا لي انه معقولة يعني هذا ربحك على هذا الفيديو؟ لا تستغربوا. في شغلة، انا هذا الفيديو من قبل ما حقق الشروط 4000 ساعة والألف مشاهدة كان في عليه تقريبا حوالي 11000 مشاهدة. تمام؟ فأنا هلأ بلشت أخذ مصاري على المشاهدات من بعد 11000. تمام؟ يعني هلأ أنا عندي 13، يعني عندي 12، يعني في 2000 مشاهدة هون جايين أنا على هذا، بلشت أنه أخذ عليهم فلوس. بس أنا شو الفكرة اللي ورجيكم إياها؟ تفرجوا، رح أفوت أنا هلأ على الفيديو، حنفوت على الإحصاءات. تمام، بعدين رح نفوت على تفرجوا شو حاطي لي هون. 13500 مشاهدة، وقت المشاهدات 776 ساعة. تمام؟ طبعا للأسف اللي عم يحسبوا لي هون هلأ منهم يمكن 200 ساعة، من اللي قبل كلهم كان لسه مو محقق الشروط. وتفرجوا شو كاتبين لي هون. أرباحك المقدرة 71 سنت. طيب خلينا نفوت على كلمة الأرباح ناخذ التفصيل. هاي الأرباح، تفرجوا شو كاتبين لي. الأرباح لكل 1000 مشاهدة 5 سنت. تخيلوا أنتوا الأرباح لكل 1000 مشاهدة 5 سنت.
تمام. التكلفة لكل 1000 صهور استنادا إلى معيار التشغيل 2.18 سنت. يعني أنا هذا الفيديو هلا كل 1000 مشاهدة بتجيني عليه رح يجيني عليها أنا 5 سنت، تمام، 5 سنت على كل 1000 مشاهدة. يعني تخيلوا أنتوا، هاي أنا جبت لكم فيديو عليه مشاهدات كتير، تمام. رح أرجع ورجيكم فيديو تاني، معلش معلش قلت لكم لا تملوا مني ولا تزعلوا، تفرجوا للآخر، تفرجوا. عندي هذا الفيديو أنا أفضل برنامج مونتاج على موبايل فلو، جايني عليه 1449 مشاهدة. رح نفوت عليه، نحط على الإحصاءات، تفرجوا شو عاطيني هون. نفوت على الأرباح، هاي الأرباح، شوفوا شو حاطي لي هون. الأرباح لكل 1000 مشاهدة 11 سنت، 11 سنت. التكلفة لكل 1000 ظهور استنادا إلى معيار التشغيل 3.47 سنت، 3.5 يعني، تمام، هن دافعين 3.5. فأنا بيجيني على كل 1000 مشاهدة من هذا الفيديو 11 سنت. وصلت الفكرة يا جماعة؟ وصلت الفكرة. رح أورجيكم آخر فيديو، معلش سامحوني، آخر فيديو بس لأورجيكم الفرق. يعني نفوت على هذا الفيديو، هون عم بحكي أنا طريقة دعوة شخص إلى ألمانيا، إذا حابب تدعي شخص على ألمانيا زيارة كفالة. نفوت على الإحصاءات، نفوت على الأرباح، تفرجوا شو حاط لي هون. الأرباح لكل 1000 مشاهدة 68 سنت، الأرباح لكل 1000 مشاهدة 68 سنت. التكلفة متكلفين هني على هذا الفيديو، عم يحطوا اعلانات بهذا الفيديو، تكلفته 5.91 سنت، يعني 6 يورو، تمام. وهذا الفيديو انا جاييني عليه 4500 مشاهدة، يعني في عليه مشاهدات، تمام. شفتوا ارباح منه لكم، ارباح المقدرة اللي هي 3 يورو، هل لحد الان جاييني منه 3 يورو هذا الفيديو، فضل رب العالمين، تمام حبايبي. يعني انا الفكره اللي بدي اوصل لكم اياها انه لا تقعدوا تتعشموا وتعشموا حالكم. انا معلش ما بدي نكون شديد بالقصه، بس انا عم بعطيكم الارض الواقع، انا عم بعطيكم الارض الواقع، لانه في ناس شو عم تقول لك، نحن اذا عملنا قناه يوتيوب ومش الحال رح نملير، تمام. يا جماعه مو نحن اللي بنملير، مين اللي بنملير ومين اللي بيصير معه مصاري؟ معلش سامحوني بالتعبير، الناس يعني اللي عم تعمل تفاهات. كيف يعني عم تعمل تفاهات؟ يعني كل من عم يفوت يحكي خصوصياته، خصوصيات بيته، عم ينشرها على اليوتيوب، ناجح، العالم عم تحب الخصوصيات. كل من في مثلا عنده فضايح، العالم ما عنده مشكله حابه الفضايح. كل من عم يعمل شغلات فيها مسخره وتفاهه وشيء ما له طعمه، يعني ما له جنس الطعمه، الناس عم تفوت وتشوف الشغلات اللي عم يعملها، تمام. يعني الناس عم تلحق الشغلات اللي فيها أكشن، فيها خصوصيات، اللي فيها فضايح، اللي فيها مشاكل، اللي فيها عي، اللي فيها هدول القنوات. يعني بتفوت على مثلا على قناة ما راح اذكر ولا قناة، بتفوت على قناة بتلاقي فيها مثلا 10 مليون مشترك، بتفوت على القناة بتلاقي فيها تفاهة، بتفوت على القناة بتلاقي فيها قناة تفاهة، يعني ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء بشدك. يعني والله العظيم انا معلش سامحوني، بس انا عم اقول لكم هدول الناس يلي عم تمشي قنواتهم وعم يمشي حالها. ليش؟ لأنه عم يجي على الفيديو مشاهدات كبيرة، مشاهدات كبيرة مثلا 5 مليون 6 مليون 10 مليون مشاهدة. هاد شركة اليوتيوب بتقيمه، يعني هذا الفيديو شركة اليوتيوب شو بتقيمه؟ بتقلك نحن بنعطيه هذا على 1000 مشاهدة بنعطيه 10 دولار، أو بنعطيه 15 دولار، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه هذا الفيديو عم يجيب مشاهدات، عم يجيب متابعات، تمام؟ فشركة اليوتيوب عندها تقييم بهذا الموضوع. التقييم بيجي هيك، انه انت اذا كانت قناتك فيها اكشن وقناتك فيها مشاهدات على الفيديوهات تبعك، بنعطيك نحن مدفع لك على المشاهدات، مدفع لك مبالغ بتخوف، مدفع لك 10 و15 يورو كمان على 1000 مشاهدة، ما في مشكلة. بس انتو لازم تعرفوا قنواتكم، كل من عم يعمل قناة على اليوتيوب لازم تعرفوا انه المحتوى اللي حتقدموه في له تقييم من شركة اليوتيوب، تمام؟ شركة اليوتيوب بتقيم انه تعطيك 10 ولا 2 ولا 3 ولا نص ولا يورو. شفتوا ورجيتكم انا التقييمات عندي، انا قناتي ما صار لسه الحمد لله، يعني ما صار له شهر مدفع لي، تمام. التقييمات لحد الان هلا هيك يعني جاي، ان شاء الله متامل من رب العالمين التقييمات المستقبل تصير اكثر
بصير يجينا يعني مردود أكتر بإذن الله، ما يروح تعبنا على الفاضي. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، حبيت أوضح لكم الفكرة بصورة واضحة وسلسة وكل الناس تعرف شو عم بتساوي وين رايحة. تمام، رجاء إذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من المشاهدات. تشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.